حبيبي انت فين؟ لا النهارده مش هينفع، ممكن بكره. فين عندك؟ طيب اوكي. وانت كمان وحشتني موت يا حبيبي. عملت عليها نسخة من غير ما أحس. بقول لك يا ست، سيب لي بتاع الخزن. خش يا مستر. يا ابني تبقى مقعد يا ابني، افتح عارفها. افتح. انت معاك ارقامها؟ ما معيش ارقامها، سيبوني اجرب بقى. فتحت يا ابني. بس عرفت ارقامها منين؟ قول لي يا جدع. قلت اجرب يا سيدي، طلع تاريخ جوازه من امي. يا جدعان ده ايه الفلوس دي كلها؟ عشان شكلها هتزهزه يا جدعان تاني. يلا جرب اشرب. موبايلك اللي بيرن. لا موبايل ايه؟ اعتبر ان كل الخطوط مقطوعه، واعتبري كمان ان الشبكه وقعت. تبرني تاني، ما ترد، دي رابع مره بيتصل. رد. مش هرد. علشان خاطري رد، جاي تبقى حاجه مهمه ولا حاجه؟ عشان خاطرك انت بس. طب ما اسيبه يرن شويه. فوش. يلا رد. حاضر. خش. حاضر. الو. ايوه يا سيدي انا. بتقول ايه؟ طب انا جاي حالا. في ايه؟ في ايه؟ المكتب بتاعي بيتحرق. عمر شغال هنا؟ انت مين؟ شريف توفيق، ضابط مباحث. يا باشا اتفضل يا فندم. انت اسمك ايه؟ رأفت يا باشا. قاعد رأفت عايزك. اتفضل يا باشا. كلمتين ورد عطاء برأفت. سطوحي صاحب الكباريه ده ملوش اعداء او ناس يعني في بينه وبينهم مشاكل؟ لا يا باشا الكذب خيبه. عايز تقول لي يعني ان صاحب كباريه زي ده ما احتكش قبل كده بعيال صيع جم سهروا عندكم وسكروا قاموا هيسوا على الزباين وعملوا مشكله مع سطوحي؟ لا طبعا حصل يا باشا. واخر مره حصل الكلام ده مع مين؟ مع شويه شباب كانوا تقريبا بيجوا هنا كل يوم، بس من ساعه ما حصلت بينهم وبين مستر سطوحي مشكله بطلوا يجوا هنا خالص. مين العيال دي يا رأفت؟ العيال دي يا باشا كانت بتضرب فلوس، بس اول ما سطوحي بيه كشفهم طردهم على طول من هنا. واللي تقول لي ساعتك على الموضوع ده احسن مني زوزو اللي بتشغل هنا يا باشا. يا فين يا زوزو؟
تعالي كلمي الباشا الضابط. انا ازيك يا باشا؟ والنعمة الشريفة يا باشا ما عملت اي حاجة، ده انا ماشي زي السيف من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت، وما بشتغلش خارج مواعيد العمل الرسمية. يعني تقدر تعتبرني بشتغل في مصنع نسيج؟ والله يا باشا انا خلاص يا بنت مش عايز صداع. ريه باشا اسمك ايه؟ زوزو. بس اللي تشوفه يا باشا اللي في البطاقة يروح امك. خدمتك سعاد. مسجلة اداب طبعا يا سعاد. حد الله ماليش ولا سابقة. طب افهمي كويس قوي الكلام اللي حلهولك وفتحي دماغك. امور يا باشا. تعرفي ايه عن العيال اللي كانوا مزورين فلوس وعملوا مشكله مع سطوحي صاحب الكباريه؟ دول شويه عيال سيس كده وكانوا زباين عندنا. ما انا عارف يا اختي انهم زباين. تعرفي عنهم ايه؟ ايه ده يا باشا؟ لا يجيلك السكر ولا الضغط ولا حاجه. لما بت حاضر معرفش حاجه. يعني ايه ما تعرفيش؟ اروح امك. اخلاقي ما تسمحليش يا باشا. هعلقك على باب الكباريه. هجيب لك بطايقهم. ايه بقى يا ست سوسو؟ مالك سايقه العوق عليا كده ليه؟ تقلانه؟ هتحايل عليكي كتير عشان اقعد اقول معاكي كلمتين؟ وديك قعدت. اقمر. في حاجه يا سي طلبه؟ ابدا. انا عايز الرضا والقبول. يا بنتي مش انا جيت البيت وقريت معاكي الفاتحه وكله كان تمام وقلنا لم الشمع المغربي؟ لا يا اخويا ما كانش اتفاق. انا كان ليا طلبات وانت نفضتلي. نفضتلك ازاي؟ اقمري طلباتك ايه؟ خلاص جيب لي شقة وشقة تمليك تكتبها باسمي عشان اقعد امي واخواتي. باسمك؟ نعم يا حبيبتي. ليه بقى ان شاء الله؟ ما تاخذنيش في دي كلمة، اصل انا معرفلكش راس من رجلين. بتقولي ايه يا بت؟ سامحني يعني، اصل احنا مش غربة عن بعض، انا ولا هحسس على الكلام ولا هزوقه. انت يعني ممكن في ايتها لحظه يرموك في السجن، ساعتها نعمل ايه؟ اغني سلامو ولا اقول يميني ينجدني؟ انا عايزه حاجه تسند عليها لما يقفشوك. ليه تقفش دي يا بنت؟ الله يخرب بيتك، انت بتفولي عليا ولا ايه؟ وتاني هام عشان اسلوبك ده. الله، انت بتخافي مني يا سوسو؟ انا ما بخافش غير من اللي خلقني. ده انت اللي لازم تخاف وتخاف قوي على نفسك. انت بتهددين يا بنت؟ انت بتسدد سد. انت طلعتي بين ايه؟ اوعك والغلط تندم. انا فعلا غلطان، غلطان اني فكرت في واحده زيك. انا كنت عايز اسطري. اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. ماشي يا ست الدكتوره بالاذن. اذنك معاك يا ست طيار. ها شريف، وصلت لحد فين؟ الحقيقه يا فندم بعد فتره من البحث والمتابعه قدرنا نوصل لمجموعة كبيرة جدا من المشتبه فيهم، من ضمنهم مجموعة طلبة كانت علاقتهم سيئة قوي بصاحب الكباريه اللي اتسرق أكتر من مرة. ولو قارنا حضرتك بين السرقات دي وبين مجموعة من السرقات اللي حصلت في مدينة 6 أكتوبر مؤخرا واللي كانت بتعتمد على مجموعة مسلحة، نقدر نقول يا فندم إن احنا قدام تشكيل عصابي مسلح. تعرف مين أقرب حد للتشكيل العصابي ده؟ مجموعة الطلبة اللي بتتكلم عنها. انت عارف الشباب في السن ده بيبقى عندهم ميول لكده. يا فندم دول مجموعة طلبة من جامعة القاهرة. عندك معلومات عنهم؟ ايوه يا فندم حوري حضرتك. دول مجموعة اصحاب فاشلين جدا في الدراسة يا فندم. ظروفهم الاجتماعية سيئة جدا. وظروفهم المادية اسوأ. ومن تحرياتنا اكتشفنا ان في تغييرات كبيرة جدا حصلت للشباب دول في الفترة الاخيرة يا فندم. تغيير ازاي يعني؟ بقى معاهم فلوس كتيرة جدا يا فندم بطريقة غير مبررة. ومين الولاد دول؟ خالد مجاهد يا فندم. من أسرة ثرية جدا من الصعيد. أبوه اتقتل بعد ما تم انتخابه لعضوية مجلس الشعب. ومن ساعتها واختفى تماما من الصعيد وغير رقم تليفونه، أخباره اتقطعت تماما عن أهله ومحدش عارف عنه أي حاجة. عندنا كمان يا فندم ماجد عبد العليم. الولد ده من أسرة متوسطة. ساب بيت أهله بعد خناقة كبيرة جدا معاهم. وراح اتجوز مطربة كده بتغني في كباريه اسمها ياسمينة. تحرياتنا بتقول ان في مشاكل كبيرة جدا بينهم في الوقت الحالي. في كمان دينا عزت. والدتها ماتت من قريب جدا. بعد وفاة والدتها البنت بتعاني من مشكلة نفسية كبيرة جدا وحالتها النفسية نقدر نقول انها في دمار تام. في عندنا كمان يا فندم واحد اسمه طلعت مرسي. طلعت مرسي ده ابن واحد كهربائي
وعايشين في ارض اللواء. الولد ده يا فندم ظهرت عليه اعراض الغنى الفاحش في الفتره الاخيره، بقى معاه فلوس كتير جدا، عنده عربيه، وتاكدنا انه بيتعاطى المخدرات زيه زي كل المجموعه اللي معاه. اخر واحد في الشله دي يا فندم اسمه لؤي محسن، وده حدوته كبيره قوي يا فندم. ابوه صاحب الباخره اللي غرقت قريب، وبعد المشكله دي حصلت لهم مشاكل ماديه كبيره جدا جدا، وعلى اثارها باعوا الفيلا اللي كانوا عايشين فيها، وهي هي نفس الفيلا يا فندم اللي كان عايش فيها الداعيه الاسلامي واللي اتسرقت مؤخرا يا فندم. يعني عارف مداخل ومخارج الفيلا كويس؟ بالظبط كده يا فندم. طيب وصلت للدليل؟ الحقيقه يا فندم انا لحد دلوقتي لسه ما وصلتش للدليل، لكن حاطط المجموعه دي تحت المراقبه المكثفه، لكن مش عايز اعمل اي خطوه ازيد من كده علشان ما ياخدوش بالهم. طيب خليك وراهم، وعايز تقارير اول باول، مفهوم؟ يا سلام عليك يا لولو، يا سلام عليك. لا انا اللي هكسب، استنى. ده انت جامد قوي يا لولو. لا برضه استنى، هتبقى لعبتي. ده ايه اللعب ده كله يا ولا؟ استنى يا لؤي سيبنا راكب. طب يمين شويه، استنى بس عليا. وداخل على الجول، وداخل على الجول، وجول 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 وجول. ده ايه الجول الحلو ده؟ ده ايه الجول العسل ده؟ ده ايه الجول القمر ده؟ لا احنا قلنا مفيش اي حاجه هتحصل الا بعد الجواز الرسمي. يا بنت مش هاخد كل حاجه، ما تقلقيش. لا ولا اي حاجه. امال احنا اتجوزنا ليه بقى؟ مش فاهم. اتجوزنا علشان يبقى في اتفاق على الجواز الرسمي. جواز ايه؟ الرسمي. طيب انت رايح فين؟ لا انا خارج اقعد بره شويه. يعني هو لو مفيش كده تقوم تسيبني بره يعني ما نقعدش نتكلم مع بعض شويه؟ يا بيبي ما احنا اتكلمنا كتير، دي الوقت بقى اللي احنا نقرب من بعض فيه اكتر، نفهم بعض اكتر، نحس ببعض اكتر كده يعني. ولو مش عايزه انت حر. لؤي استنى، الباشا بنفسه هنا؟ بجد انا مش مصدقه نفسي. اهلا يا باشا. اهلا يا ياسمين، منور بيتي النهارده. لا 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 لا، انا زعلان مني خالص. انا؟ هو انا اقدر ازعلك؟ انا عملت ايه؟ حكايتك مع ماجد واخده شكل كده مش زي اللي انا رسمته لك. وقعتي في حبه ولا ايه؟ انا فعلا حبيته. ازاي ده حصل؟ فاهمين؟ انا حبيت في ماجد حبه ليا وخوفه عليا. ماجد يا باشا ممكن يعمل اي حاجه في الدنيا علشان يحميني. في الاول والاخر الواد ده بايظ. الا انت عرفتي موضوع البودره ولا لا؟ للاسف عرفت، بس انا هحاول ان انا. ما تحاوليش، الواد ده لازم يضيع. على فكره يا ريت بلاش الحنيه الزايده دي، الواد ده ما يستاهلش. بس يا باشا انت مش حاسس اللي انا عايزه؟ انا حاسس وعارف كل حاجه، وانا كلامي اوامر تتنفذ وبس. اوامرك يا باشا. ويا ريت بقى تفوقي لنفسك شويه وتسيبك من الواد ده خالص، ويا ريت كمان بلاش حدوته الحب دي عشان بتضايقني شويه. وانا عايزك تعرفي كويس ان العالم ده عالم ما فيهوش عواطف، عالم فيه مصالح تخلص وبس. أوامرك يا باشا. مساء الخير. شاكر باشا من كبار رجال الأعمال في البلد. أهلا وسهلا. أهلا. أوكي يا ياسمين، زي ما قلت لك بقى. ها باي. باي باي. سلام. شرفتنا يا باشا على الزياره السريعه دي. ميرسي. يا ريت تكررها. ميرسي. مين ده وكان عايز ايه؟ ما انا قلت لك رجل اعمال وعايز يدخل في سوق الكاسيت. ايه في ايه؟ Thank you.
مش عارف انت بتعطي ليه دلوقتي. يعني ما انتش عارف ليه رايك. ايه اللي حصل يعني؟ ما حصلش حاجه. تيك ايزي. رايك انا انت ما انتش فاهم ايه اللي حصل. وبعدين احنا كنا متفقين ان مفيش اي حاجه تحصل الا بعد الجواز. طب ما احنا متجوزين يا بنتي. انت مراتي. انت دلوقتي مراتي. عارفه يعني ايه مراتي؟ لا يا راي انا اقصد الجواز الرسمي. يا ام الجواز الرسمي دي، صدقني انا بكره الكلمه دي قوي. يا حبيبتي لازم تعرفي ان انت مراتي، واللي انا عملته ده هو حق الشرع. يعني ما حصلش حاجه لده كله. انا ايه اللي انت بتعمله ده؟ بعدين انا حاسه ان انت، انا حاسه ان مش ده الراي اللي انا بحبه. اسمعيني، مفيش داعي للكلام الكبير ده. انا دلوقتي عايزك تنسي كل حاجه وما تفكريش غير في حاجه واحده بس، ان انت عروسه. فاهمه يعني ايه عروسه؟ لا يا لؤي، انا مش هدخل شقتك دي تاني الا لما نتجوز رسمي. الواد ده حلو وسابك سن. سيدي يا سيدي، ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه رايك في الشياكه دي؟ يا اختي يا ناس، ولا كاظم الساهر والله. مش فاهمك انت في البدل. انت عارفه اني دافع فيها كام؟ 230 جنيه. ما كنتش اعرف ان انت ايديك فرطة قوي كده بصراحه. بقول لك ايه، انا مش هاكل لوحدي، وجايبه سندوتشات كفته وحواوشي. عاوز ايه؟ في حواوشي؟ اه هاكل كفته. ماشي يا خالد ماشي. والله ما فاهمك يا بنتي يا دي. يوم تبقى عايشه لي دور امينه رزق وقاعده منك كده، ويوم احس ان انت جايه من النادي. وليه سدت النفس دي بقى؟ فيك ايه يا بنت عمي؟ منك كده بقالك يومين ثلاثه ليه؟ يومين ثلاثه؟ أنا بقالي أسبوع ما بنامش يا خالد. هموت، هطق، هفرقع. من إيه؟ من عمي. مش قادرة أنسى اللي عمله فيا. صورة أمي ما بتفرقش خيالي أبداً. أنا لازم أنتقم منه، لازم. تنتقم منه كيف؟ أرجع حق أبويا. أسرقه زي ما سرقني. نسرقه كلنا زي ما سرقني أنا وأمي. نسرق تاني؟ أنت ما بتحرميش؟ ده الجراد ما بتكتبش على حاجة غيرنا. المرة الجاية مش زي كل مرة. ما هو كله بسبب الجنان بتاع حضرتك والرصاصه الزفت اللي بتسيبها لنا ورا كل عمليه. اه كل ما تتزلقوا تقولوا الرصاصه. بقول لك ايه، فضيها سيره، احنا النهارده فرع، عايزين نفرفش وننبسط. حاضر. امال العيال فين؟ لؤي وماجد ما بيردوش، والفرح بالليل. الواد طلعت. ايوه طلعت. ايه يا عريس الغفله؟ لا مش للدرجه دي. انا لبست وكله بنجهز اهو جايين لك. ولؤي جاي ومجد هاكد عليه. انا مش عايزك تشيل هم حاجه، عايزك تفكر في الفرح وبس. يلا مع السلامه. مع السلامه. ايه رايحه فين؟ عايزه اقعد مع نفسي شويه. اشمعنى انا ما خدتش بطاري من اللي ظلمني؟ بقول لك ايه، فك النهارده فرح، اطلع كده تشيكي والبسي حاجه حلوه. حوش يا بنت. صباح الخير يا حبيبتي. صباح النور يا حبيبتي. بقول لك يا بنت، سيبك من الرياضه الصباحيه دي بقى، روحي تيجي عايز اتكلم معاكي. اه هنا. خير يا حبيبي؟ احنا النهارده معزومين على فرح طلعت صاحبي، فكره؟ مش ده طلعت اللي كان معانا يوم زكريا؟ هو ده يا حبيبتي. هو طلب مني ان احنا نحضر الفرح بتاعه، وزن عليا ووجع لي دماغي انه يعني انك تغني في الفرح. عينيا يا حبيبي. هو في انهي اوتيل؟ لا اوتيل ايه، ده فرح شعبي، يعني عامل الفرح بتاعه في الحاره اللي اتربى فيها. انا ياسمينه بمنظري ده اغاني في حاره شعبيه؟ والله يا حبيبتي هتتبسطي، هتتبسطي والناس هتتبسط، دول ناس طيبين قوي وهيفرحوا بيكي. وبعدين ما تنسيش ان طلعت عمل معانا واجب قبل كده وعمل معانا الصح. انا ما اقدرش انكر اللي هو عمله، وفي نفس الوقت نفسي ارد له الجنين، بس مش في حاره يا ماجد. انت بتثقي فيا ولا لا؟ اه بثق فيه. خلاص يبقى هتروحي الفرح،
هتغني فيه وانا عارف انك هتتبسطي وكل حاجه هتبقى تمام. اوكي يا حبيبي اللي تشوف. هاخد شاور اجيبك. اوكي. عارف انت مشكلتك ايه؟ عارف يا رانيا، انت فاكره ان انا بستسلم للظروف بسهوله واني محبط واني ما عنديش هدف في حياتي؟ اول حاجتين صح، انما بالنسبه للهدف عايزه شويه تظبيط. لا الموضوع مش كده خالص. انا صحيح الظروف بتخليني ابقى محبط، بس دايما بطلع اقوى لان انا عايز ابقى انسان احسن. ما تخليش مشكلتك مع ياسمين توقفك، الطريق لسه طويل. عارف يا رانيا الطريق طويل وطويل جدا كمان. يا ناجي ياسمينة مش اول ولا اخر مطربه في البلد، وبعدين الدنيا عمرها ما بتوقف على حد. انت عارفه مشكلتي الوسط بتاعنا ايه؟ ان انا لازم ابقى في شله معارف كتير وعلاقات كتير وشركات انتاج، وانا ماليش في كده. بس انت موهبتك وفنك تقدر تخلي دول كلهم يجروا وراك. وبعدين انت زانق نفسك ليه في التلحين؟ ما انت صوتك حلو والمطربين مليين البلد، ليه ما تكونش انت كمان مطرب وصوتك احلى منهم؟ ميرسي يا رانيا. انت قصدك ايه يعني؟ قصدك ايه؟ اعمل ايه؟ ما اعرفش. حاول، روح يمين شمال، جرب، انت مش خسران حاجه. تصدقي المنتج اللي ماضي معايا ياسمينة قبل كده قال لي ان انا شكلي حلو وستايلي، كمان شغلي في المزيكا مختلف تمام. كلمه، معاك رقمه؟ حاول معاه، حدد معاه ميعاد. حاضر. كلمه ما تخافش، وعرض عليه شغلك ويمكن يكون وشي حلو عليك. يا نهار بفطح، مش دي شقة دينا؟ قصدك دينا مين؟ دينا صاحبنا؟ لا دي دينا القمر، دينا الموز، دينا الجمال. العب قوي. ما بس يقعد انت هو نقوره يا الله. جابت نقوره؟ لا يبقى راجع دينا صاحبنا تاني. اقعد اقعد اتلم يا خفيف الظل. قول لي بقى يا استاذ لؤي، ايه بقى موضوع انك مش عايز تيجي الفرح بقى والكلام اللي ملوش لازمه ده؟ والله يا دينا بفكر ما اروحش زي ما قلت لك. ما انت عارف ان الصوت تبقى هناك، وانا مش عايز مشاكل ومش عايز وجع راس. يا عم مشاكل ايه بس اللي انت بتقولها؟ وان كان على طلبه ما يعرفش اي حاجه عن اللي كان بينك وبينها، ما تقلقش. يا بنتي طلبه مين؟ انا ما يهمنيش طلبه ولا غيره، انا مش عايز اشوفها هي اصلا. الواد لؤي ده طلع مش اصيل. انا مش اصيل؟ ما شاء الله يسامحك. اه والله العظيم ما اصيل. يعني ايه ما تروحش فرح طلعت؟ ده فرح اخوك، في حد ما يروحش فرح اخوه؟ يا ابني انا عايز اروح، لكن انت ما فيش. لكن يا استاذ لؤي اللي بيقوله لك خالد ده هو الصح، لازم تيجي. على فكرة يعني مفيش أي مشكلة في وجودك أنت، بس اللي عامل فيلم عربي يعني. بالعكس، عدم وجودك ده هو اللي يعمل مشكلة. رقم واحد طلعت هيزعل منك، رقم اتنين طلعت هيغضب منك. فأنت لازم تكون موجود. ماشي يا عم خالد، هروح. ماجد ماجد قوم قوم، أصحابك بيتصلوا بيك من زمان، قوم رد عليهم. الفصلان ده مش عايز ارد على حد في كسلهم. قوم انت، ايه حكايتك؟ في ايه؟ قوم رد على اصحابك. ايه اللي ايه حكايتي؟ عامل دماغه بسقط لها، بتفصليني ليه؟ عايزه مني ايه بس؟ انت ايه اخرتها معاك؟ يا ابني انت خلاص ما بقتش حاسس بنفسك اصلا. اللي ما بقتش حاسس بنفسي دي؟ لا حاسس اهو سيادي، دراعي تراي باي البنج شغال، تجدوا ما يسركم، بس انت فكري شويه. تعالى طالما انت كويس كده بقى يا حبيبي قوم رد على اصحابك. يا ستي في كسلهم قلت مش عايز ارد. الو ايه طلعت ازاي؟ اه ياسمينة يعني هتكون مين؟ لا طبعا اكيد جايين، ما نقدرش نتأخر عليك. ماجد؟ لا ماجد في الحمام، اول ما يخلص اخليه يكلمك. الف مبروك، مع السلامة. ماجد ماجد ده في واحد فيهم هيتجوز. ايوه يا فندم، اللي اسمه طلع. اه الواد بتاع عرض اللواء. طب اسمع، انا عايزك تروح تجيب لي معلومات عن عيلتي، تجيب لي كل حاجه ممكن تعرفها عنهم، وتحضر الفرح وتقول لي مين كان هناك وكانوا بيعملوا ايه، كل حاجه عايز اعرفها، وتبلغني فورا. تمام يا فندم. يلا حبيبتي يلا روحي بقى، عشان كده احنا اتاخرنا قوي على الفرح.
لا اصبر شوية لسه بدري. اصبر ايه حبيبتي، احنا بالمنظر ده هنوصل بعد ما يكون فرح شط، وبعدين ده فرح طلعت يعني اخويا حبيبي. ايوه يا حبيبي، بس ما ينفعش نروح بدري كده واحنا رايحين نفتتح الفرح. يا حبيبتي بقول لك اخويا شقيقي، يعني كان لازم احضر الفرح ده من وهو بيلبس. انا فاهمك. طب انا عندي فكره، ما تسبقني انت وانا بعد شويه هحصلك. طب ينفع برضه اخش الفرح ده من غير مراتي يا حبيبتي ياسمينة؟ انت عايز تزعليني ولا ايه يا حبيبي؟ ما برضه احنا ما ينفعش نروح بدري قوي كده، استنى لما اصحابك يوصلوا ويكلمونا ونروح ناخد السوكسي كده ويبقى اشيك. سوكسي اشيك؟ هتندهشي صدقيني، هتندهشي. بس يلا عشان خاطر ليه بقى في انت وهو يا شفيق؟ جايبنا عمله وشين ليه كده؟ عايزكوا في مصلحه يا اخويا على السخان. تدينا فلوسنا على الترابيزه الاول. هديك اللي انت عايزه، بس الفرح ده يقلب ضلمه. ده فرح زينه. ياه ده زينه اخت طلبه، زمانه كارت على المنطقه ومامن وعامل حسابه. انا بخاف من طلبه ولا امال انا جايبكوا ليه يا فانت وهو؟ يعني قبضنا بطاقه ان قبضك الطاقه ثلاثه، بس اهم حاجه ما حدش يحس بيكوا. ماشي ماشي يا ريس. يا اخويا ماشي يا طلعت كلب. ايوه يا طول. ايوه طول مزاف. احلى عريس واحلى عريس. والله احلى عريس واحلى عريس. حاضر يلا طلعت. احلى عريس واحلى عريس. اللي يحب النبي سامحنا سقف طلعت. احلى عريس واحلى عريس طلعت. احلى عريس واحلى عريس. كل اصحاب العريس وكل اخوات العريس والشارع واللي فيه كل الجيران الحلوه كل اخوات طلعت طلعت. ولع الفرح يا ابو غراب، ولع الفرح فريق بالو. ايدك يا شباب احبسوه. اوعى حد يفلت منه. مين العيال دي؟ ده حوار برسيك عليه بعدين يا اخ لؤي. متشكرين، نجاملك في الافراح. عيب عليك، احنا اولاد بلد ونعجبك قوي برضه. يا سيدي هردها لك بدل المره اثنين وثلاثه. خلاص ترز مين يا عم انت؟ ده فرح اخونا وصاحبنا. تمام يا اخ لؤي، متشكرين يا اخ خالد. الف مبروك. الله يبارك فيك. ويلا بقى علشان زمان طلع طينها بطين جوه. اتفضلوا يا شباب. يلا اتفضلوا يا طلبة. ابو العريس ابو العريس ابو العريس اخو العروسه اخو العروسه ابو العريس 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 اخو العروسه. على طول بقى 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 قلنا ابو الحريس ابو الحريس على طول بقى على طول بقى. ماجد اهو ماجد اهو. على ماجد على ماجد على ماجد على ماجد. صحاب الحريس صحاب الحريس. احنا طلبة احنا طلبة احنا طلبة احنا طلبة.
يا لؤي قلنا خالد قلنا خالد ولؤي قلنا نادر قلنا نادر دي الحريص الحريص يا لهوي الفرح ولا الفرح ولا خليك زي ما انت واوعى عينيك تغفل عنهم. سامعني يا حسن؟ انا عايز اعرف كل حاجه حصلت في الفرح ده. تمام، وتبلغني اول باول. ماشي، مع السلامه. نجمه مصر فنانه ياسمينة، نجمه مصر كله بالحب طالعه، كله بالحب طالعه. يعني مولودي يعني ساعة التلفزيون. يلا سيف. انا كده انا كده انا كده كده انا كده I'm